السلام عليكم. أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن يشهد الوطن العربي كارثتين طبيعيتين متزامنتين تنتهيان بآلاف القتلى والمفقودين والمشردين، لكن ذلك حصل في المغرب وليبيا اللتين وقعتا بحسب خبراء فريستين سهلتين لتأثيرات تغير مناخي يضرب العالم منذ سنين. وإذ نطرق في حديث العرب هذا الموضوع، فإننا نعرج على سؤال مستقبل المناخ العربي في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب الأرضي. وهل حقا ما حصل في ليبيا وكذلك المغرب ما هو إلا مقدمة لأحداث أقوى وأشد تنتظرها المنطقة والعالم كما يقول خبراء المناخ وعلماؤه؟ وكيف يمكن للدول العربية أن تتفادى أي آثار شديدة كتلك التي شهدناها في المغرب وليبيا في حال وقوع ظروف مشابهة؟ هذه نخبة من أسئلة تسعى هذه الحلقة للإجابة عنها، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. بفاصل يومين فقط ضرب زلزال مدمر مدينة مراكش المغربية ومحيطها في إقليم الحوز، تبعه عاصفة قوية ضربت مدن الشرق الليبي وتركزت أكثر أضرارها في مدينة درنة. نحو 9000 شخص سقطوا بين قتيل وجريح من جراء زلزال المغرب في حصيلة غير نهائية، بينما كانت الكارثة الأكبر في درنة الليبية حيث جرف الفيضان أحياء بسكانها ومبانيها وألقى بها إلى البحر المتوسط، لتقدر أعداد الضحايا بما يقرب من 22 ألفا بين قتيل ومفقود، فضلا عن عشرات الآلاف ممن نزحوا من بيوتهم بعد تضررها بسبب الفيضان. خبراء المناخ يؤكدون أن الفيضان الذي اجتاح شرقي ليبيا يمثل فقط واحدة من الكوارث المحتملة في العالم من جراء التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، بينما يستمر الجدل بشأن العلاقة بين ذلك الفيضان والزلزال الذي سبقه بيومين في المغرب، إذ يرى بعض الباحثين أن السيول الطوفانية تشبع التربة بالماء وبالتالي تزيد وزن القشرة الأرضية، ما يزيد في ضغطها وحركتها، ما قد يسفر عن زيادة في معدل حدوث الزلازل، وهو رأي يعارضه بعض آخر من الباحثين الذين يرون أن الزلازل لا ترتبط بتغيرات المناخ في الأرض. وبعيدا عن الجدل العلمي، فقد كشفت كارثتا المغرب وليبيا عن أن أكثر الدول العربية ليست مؤهلة لمواجهة مثل تلك الكوارث، وأنه بينما يبحث العالم سبل مواجهة تحديات التغير المناخي والجفاف ونقص الموارد، ما زالت أكثر الدول العربية على اختلاف نظم الحكم فيها تغرق في أزمات شق الطرق وتوفير مياه الشرب وضمان الرعاية الصحية والتعليم والسكن والكهرباء، الأمر الذي بحسب مراقبين ينذر بما هو أسوأ في المستقبل ما لم تردم الهوة الزمنية بين هذه الدول ومن سبقها من دول العالم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مع حفظ الألقاب عمرو عادل المحلل السياسي، وكذلك محمد السنوسي الباحث الأول بالمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، ويشاركنا الحوار عبر زوم من طنجة المغربية الدكتور أحمد الطلحي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ من طنجة. دكتور أحمد، ما حصل في ليبيا والمغرب هل ينبغي أن يفسر في سياق تغير مناخي مضطرد يضرب العالم أم لا؟ ما هو إلا مجرد حالات مناخية استثنائية يمكن أن تحدث في أي وقت وفي أي مكان من العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة وأشكركم على التطرق لهذا الموضوع الذي يحظى بأهمية الآن، وعزاؤنا واحد في ضحايا الكارثتين زلزال المغرب وكارثة درنة في الشرق الليبي. ينبغي أن نميز ما بين الزلزال والإعصار. الزلزال لا شأن له ولا علاقة له بتاتا المناخ والتغيرات المناخية وأحوال الجو بتاتا. لماذا دكتور؟ لماذا ليس له علاقة؟ هذا عنده علاقة بالجيولوجيا أساسا، بحركة الصفائح، هي حركة دائمة في يوميا، هناك حركة ويوميا نسمع في مراصد المتخصصة برصد الزلازل هناك هزة هنا وهزة هنا وهزة هناك إلى آخره، ولكن
يأتي وقت تكون هذه الهزات كبيرة فتعطينا الزلزال بدرجات متفاوتة كما نعلم جميعا على سلم يسمى سلم رختر. أما ما وقع في الشرق الليبي هو ظاهرة مناخية عادية تحدث بشكل دوري، أظن آخر مرة ضربت الشرق الليبي كان في سنة 2018، ولكن الجديد في يعني الظواهر يعني المتعلقة بالجو أنها تأتينا في أوقات ليس في أوقاتها، ثانيا تأتينا بحجم أكبر، وثالثا بقوة أكبر وامتدادات أكبر، امتدادات جغرافية أقصد، وبعض الأحيان حتى زمنية. فهذا هو الفارق. يمكن أن نقول إعصار الذي ضرب يعني 5 دول أو 6 دول الآن، تركيا واليونان وبلغاريا وليبيا ومصر، وانتهى في فلسطين المحتلة. فنمكن أن نقول أنه هذا الإعصار هو نتيجة يعني طبيعية لحالات من الطقس والجو تكون عادية، تأتي دائما العواصف والأعاصير. هذه مسألة يمكن نقول أنها تكون منتظمة. لكن دكتور أحمد، نعم. أنت تقول بأنها حالة طبيعية، هل تبقى حالة طبيعية إذا جاءت في غير أوانها وإذا جاءت بمعدلات أشد مما كانت عليه معتادا؟ يعني لدينا متغيران أساسيان، هل يمكن وضعها نعم. في سياق وضعها في سياق طبيعي؟ هذا هو ما قلت. هو الآن هذه مثل التساقطات المطرية والحرارة والبرودة والصقيع، هذه كلها ظواهر طبيعية عندما تأتي في وقتها وبأحجامها الطبيعية وفي نطاقاتها الجغرافية نعم. المعهودة. أما عندما كما الحالة الآن عندنا في ليبيا، هي أنها لم تأتي لا في وقتها وجاءت بأحجام كبيرة جدا وخلفت خسائر. يمكن أن نقول، يمكن أن الحديث سنفصل أكثر، حادثة درنا هي منعزلة عن باقي الإعصار الذي ضرب دول المنطقة. حادثة درنا هي كارثة زائد حادثة، لأنها مرتبطة بانهيار السدين أساسا، وسنأتي إلى تفاصيل أكثر، وتعمير الساحل ومجموعة من الأسباب سنتحدث عليها إن شاء الله. سنتحدث عنها، لكن لابد من أن نتحدث أيضا من يعني السياق السياسي. بعدما تحدثنا عن السياق المناخي، يعني في بلد مثل ليبيا خرج من ثورة منقسم على نفسه سياسيا، يبحث عن حل ينهي حالة الفوضى، ويستثمر أبناؤه الثروات الموجودة في البلاد، تأتي هذه الكارثة. برأيك ما التأثير الذي تركته هذه الكارثة على المشهد السياسي في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ جهاد على الاستضافة. أهلا وسهلا، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. في البداية أترحم على أرواح الذين قضوا في المغرب الشقيق وفي ليبيا نتيجة لهذه الكوارث الطبيعية. فيما يتعلق بمسألة تأثير الكارثة على المشهد في ليبيا، يمكن قياس الأمر على مستويين: المستوى السياسي والمستوى الشعبي أو الاجتماعي. تعود الشعب الليبي أو المجتمع في ليبيا على التئام الصف في الكوارث. هذه الكارثة كانت كبيرة بالمستوى الذي تناسى فيه الليبيين على مستوى القاعدة كل الخلافات السياسية التي أدت إلى انقسام سياسي في الدولة، وخلقت نوع من الضغط على السلطة السياسية، أو لنكون أكثر دقة، السلطتين السياسيتين في الدولة، أن تجاري مستوى الالتئام أو وحدة الصف في ليبيا. فخلق ما يشبه بالدعاية الانتخابية المبكرة بشكل ما، ولكن تسابقت كل سلطة سياسية على تقديم ما يمكن تقديمه لتحسين الوضع في الدولة، مع ملاحظة أن كلا السلطتين في الدولة كانت سبب بشكل مباشر أو غير مباشر في أن تصل هذه الكارثة إلى هذا المستوى الغير مسبوق في ليبيا على الأقل في 50 سنة الماضية. كيف هي؟ أين المسؤولية تتحدد؟ يعني تقول كلا السلطتين كانتا مسؤولتين عن هذه الكارثة، نعم. وجه المسؤولية؟ وجه المسؤولية أيضا ربما ممكن القياس على مستويين. المستوى الأول هو استمرار الدولة في حالة الانقسام السياسي، حرم الدولة من الاهتمام بالمرافق الاستراتيجية التي عدم صيانتها أو التأخر في صيانتها يسبب كوارث من هذا النوع.
حالة الانقسام وحالة السجال السياسي الغير قابلة للتوقف، نعم. عدم وجود حل للأزمة السياسية حرم من اهتمام الدولة بمؤسسات ومرافق استراتيجية. طيب معذرة أستاذ محمد، هذا سأتي على بحثه معك تحديدا في شيء من التفصيل، لكن قبل ذلك يعني أنا مهتم بمعرفة التأثير الذي تركه على بنية المشهد السياسي في ليبيا هذا الفيضان، يعني هل أدى إلى مزيد من التقارب أم مزيد من التباعد بين الفريقين السياسيين في الدولة؟ بداية الكارثة كانت شبه أو شكلت شبه صدمة للسلطتين السياسيتين في ليبيا. لم يكن أحد يتخيل أو يتوقع، أكثر الليبيين تشاؤما لم يكن يتوقع أن تصل هذه الأزمة أو هذه الكارثة إلى هذا المستوى. بعد الصدمة؟ بعد الصدمة شكل نوع من محاولة التنسيق، ولكن حافظت كل سلطة سياسية على نفوذها وعلى محاولة بقائها في المشهد. لكن مجلس النواب في عقيلة صالح يعني بعد 3 أيام من الكارثة حتى اجتمع بعدد نواب غير معروف. نعم. كيف تفسر هذا؟ والله للأسف نحن كليبيين ألفنا من مجلس النواب، من المجلس الرئاسي، من الحكومات تأخر في التعامل أو محاولة التماهي مع ما يحدث من كوارث، ربما لعدم وضوح الرؤية، ربما لأن الكارثة كانت أكبر من مستوى فهمهم واستيعابهم، ربما لأسباب، ربما حتى من مخاوف من الخروج من المشهد، لأن الأيام الأخيرة شهدت ضغط شعبي داخل درنة طالبت مظاهرات، طالبت بإسقاط البرلمان وإسقاط كل الأجسام السياسية. طيب دكتور عمرو، يعني في قضية التعامل الدولي والإقليمي مع كارثة ليبيا وحتى المغرب ثمة مساران محتملان يقومان على قاعدة ما يعرف بدبلوماسية الأزمات، أولهما احتمال قيام عملية ضغط على الليبيين لإنجاز حل ينهي حالة الفوضى الدائرة الآن في البلاد، أو تسييس كل دولة لمصالحها لهذه الحادثة، لمصالحها لتحقيق مكاسب سواء لنفسها أو لحليفها في الداخل الليبي، بحسب مراقبتك لأداء الإقليمي والدولي في التعامل مع قضية ليبيا والمغرب، أي مسار تتوقع أن تنحو الأمور نحوه؟ يعني أنا أعتقد المغرب أقل حدة من ليبيا شوية لعدم وجود انقسامات عنيفة في المشهد السياسي، ودولة مستقرة إلى حد ما من الناحية السياسية، بالتالي فما فيش أطراف ليها مصالح متعارضة بشكل كبير يعني. فالأمر في المغرب هيبقى بشكل إنساني، وزي ما حضرتك بتقول إدارة الأزمات بشكل دبلوماسي، قطعت طريق المغرب على المساعدات الدولية باستثناءات قليلة. نعم قطعت الطريق، وبرضو يعني الجزائر عرضت رغم المشاكل اللي بينهم، ولكن هي قطعت الجزائر. لكن أنا بتكلم على طرح فكرة إن الدول الأخرى تسعى للمساعدة، أعتقد دي ما كانش فيها مشكلة بالنسبة للمغرب، لأن زي ما قلنا دولة مستقرة لحد ما وعليها توازن علاقات جيد. مشكلة في ليبيا طبعا، ليبيا هي دولة يعني مهمة جدا، حجم ثروات ضخم جدا، عدد سكان قليل، فبالتالي مطمع لناس كثيرة طول التاريخ، في صراع كبير بين الشرق والغرب، في حكومتين وكل حكومة ليها قوة بتدعمها في الإقليم وحتى على المستوى الدولي، فبالتالي المشهد ده مشهد يعني يثير لعاب الدول للتواجد وإعادة اقتسام الكحكة والتواجد داخل المشهد السياسي بشكل عام. فهو الوضع المنقسم، هذه الأزمات تزيد انقساما من وجهة نظر يعني، لأن حجم التدخلات والرغبة في استثمار المشهد بتخلي الانقسام يزيد والمشكلة تزيد، ده غير الضعف الشديد في بنية الحكومة والمؤسسات في المنطقة العربية عموما، والموضوع بيزداد سوءا داخل ليبيا لأنها دولة فيها حكومتين وبالتالي انقسامات زيادة وصراع سياسي، ويعني أحيانا بيصل للصراع العسكري. فهذا المشهد يغري بالتدخل لاقتناص الفرص، و أعتقد التدخلات في هذا المشهد بتزيد الانقسامات بشكل أكثر يعني. يعني يمكن لهذه الكارثة بحسب منظورك السياسي نعم. أن تعمق في الأزمة الليبية على المدى المتوسط؟ نعم، لأن أولا إدارة الأزمة فيها مشكلة، لأن الحكومات غير كفؤة، لا تمتلك الكفاءة، لا تمتلك الكفاءة ولا تمتلك القدرة على الإدارة، وكمان في حالة انفصال بين الحكومات العربية عموما وبين الشعوب، وبيزداد الأمر ده أكثر سوءا في السودان وفي ليبيا على سبيل المثال. فهذا الانقسام المجتمع الرأسي والفشل الإدارة، كل ده بيزيد من المشكلة، وإحنا شفنا يعني الناس بعد 3 أيام بتجتمع، يعني ده عندك ده كارثة، ده في ناس بيوتك ربع المدينة مش موجود، فأنت لسه قاعد بعد 3 أيام تجتمع، فده بيدل على عدم الكفاءة وعدم القدرة على تناول الأمور. وأيضا الإقليم نفسه أعتقد كل واحد بيحاول يستفيد بأكبر قدر ممكن لتحقيق مكاسب سياسية. نعم دكتور أحمد، يعني
مستقبل المناخ العربي سنخصص له المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن قبل ذلك ما دمنا في الحديث عن التغير المناخي في الوطن العربي، التغير المناخي كيف يمكن أن يتجلى أو ينعكس في أي صورة برأيك بشكل عام؟ هل يقتصر الأمر على عصير وحرائق غابات أم ثمة صور أخرى يمكن أن ترى تنعكس في ينعكس فيها التغير المناخي؟ التغير المناخي له ثلاث أنواع من المظاهر. المظهر الأول هو الذي نعاينه ونشاهده ويعني نتأثر به، وهو ما يسمى بالظواهر الحدية. الظواهر الحدية هي الكوارث، يعني الأمطار الطوفانية، يعني الصقيع، يعني تجمد، سقوط ثلوج بكثرة في مناطق لم تكن تعهد هذا الأمر، الجفاف الطويل، الحرارة المرتفعة شاهدنا السنة الماضية وهذه السنة، والخبراء يقولون حتى السنة القادمة 2024 ستكون حرارة قياسية في فصل الصيف، الأعاصير، العواصف، كل هذه الظواهر تسمى ظواهر حدية، يعني تأتي بحجم أحجام كبيرة وبسرعة قياسية وبمناطق واسعة وفي زمن قصير. النوع الثاني من الظواهر وهو عدم الانتظام، مثلا في التساقطات المطرية التي نعرفها تأتي في نهاية الخريف وطيلة فصل الشتاء وبعض الشيء في الربيع، لا يمكن تأتي في الصيف، تأتي يعني المواسم الفلاحية الزراعية المعتمدة أساسا على الزراعة البورية الآن هي مهددة لأن ليس هناك انتظام. نعرف أن الفلاح المزارع ينتظر سقوط الأمطار في الخريف حتى يحرث، ثم في فصل الشتاء حتى ينبت النبات ويشتد عدوه، وفي الربيع نحتاج لأمطار حتى تعطينا الثمار هذه النباتات والمزروعات، وفي الصيف يأتي المحصول. هذا كله سينتهي. الظاهرة الثالثة وهي الأخطر وهي التي بدأنا نعيشها، وهناك دراسات مثلا نعطيكم في المغرب، وهي نهاية يعني الفصول أو تغير النطاقات المناخية. يعني الآن احنا في المنطقة العربية أجزاء فيها تقع في المنطقة المعتدلة وأجزاء تقع في المنطقة الجافة. المنطقة المعتدلة ستصبح جافة، والمنطقة الجافة ستصبح أكثر جفافا، والمناطق الباردة التي هي في شمال أوروبا أو في شمال أمريكا ستصبح معتدلة، وهكذا سيوقع تزحزح. وهذا التزحزح هو ليس قار، ليس منتهي. يعني ذلك أنا أميل دائما إلى مصطلح التغيرات المناخية بالجمع، ليس التغير المناخي يعني مرة واحدة. يعني يمكن أن يقع تغير للمناخ ثم بعده يأتينا رقم اثنين ثم رقم ثلاثة، يعني العالم سيدخل إلى لا استقرار مناخي. فهذا نعيشه مثلا في المغرب الآن. آخر دراسات تقول بأن فصل الصيف زاد شهر أصبح 4 أشهر، وفصل الشتاء زاد شهر أصبح 4 أشهر، والفصلين انتقاليين يعني الخريف والربيع شهرين لكل واحد. فهذا هو ما أصبحنا نلمسه، وهو في اضطراد وفي تزايد. لكن دكتور أحمد، هل هذا التغير في الانتقال من أنماط مناخية إلى أخرى أو تغير أنماط المناخ، هل يعني ذلك تغير في نمط الحياة لدى الإنسان؟ أكيد أكيد. في برنامجكم في حلقة سابقة تحدثنا عن الأزمة المائية المرتبطة بالأزمة المناخية. يعني المنطقة العربية لن تعطش، يعني هناك البحر، يمكن تحلية مياه البحر، هناك ما زال فرشة مائية. ولكن الأمن الغذائي الذي توفره الزراعة في الوطن العربي خصوصا في الدول العربية الزراعية الكبرى مثل سوريا، مثل مصر، السودان، المغرب، تونس إلى آخره، هذه ستأثر. الآن نحن نوفر فقط 25% من غذائنا في الوطن العربي، لا قدر الله إذا استمرت التغيرات المناخية ستقل هذه النسبة، وبالتالي الأمن الغذائي، عندما نفقد الأمن الغذائي نفقد
الأمن بصفة عامة. وقعت الكارثتان في المغرب وليبيا وكانت حصيلتهما مرتفعة جدا، عدد كبير من القتلى والمفقودين والمشردين. نريد أن نبحث عن أسباب ارتفاع عدد الضحايا في الكارثتين، ولكن بعد فاصل قصير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن التغير المناخي والكارثتين اللتين أصابتا ليبيا والمغرب أخيرا. أستاذ محمد، عدد القتلى في ليبيا تحديدا كان يعني غير متوقع، يعني نحن الآن نتحدث عن نحو 12,000 قتيل ومرشح لأن يرتفع فوق 20,000 قتيل بحسب أرقام المفقودين. لماذا هذا الرقم المرتفع جدا، وهل حقا كان يمكن تجنب هذا العدد؟ نعم أستاذ جهاد، السؤال مهم، مسألة لماذا هذا العدد من الضحايا وقع في درنة، ودرنة بالمناسبة هي ليست مجرد مدينة، درنة أيقونة للثقافة، أيقونة للوعي، هي مدينة يعني نموذج دولة في مدينة، فهي مهمة جدا بالنسبة لليبيا كمدينة. فيما يتعلق بلماذا هذا الرقم، كون الكارثة طبيعية ويعني كبيرة بكل المقاييس، كارثة لم يكن أحد يتوقعها، أكثر المتشائمين سوءا لم يكن يتوقع كارثة بهذا الحجم. حالة الانقسام السياسي في الدولة واستمرار حالة الانقسام السياسي للدولة سبب عجز الدولة في مواجهة، إذا افترضنا جدلا وجود الدولة، نحن في ليبيا نعاني من قضية الدولة الفاشلة. لكن الإعصار يعني قبل الوصول إلى ليبيا، نعم، تنبئ به وعرف بأنه سيضرب سواحل ليبيا وسيدخل مدينة درنة، ومع ذلك أن الحكومة يعني أو السلطات لم تتخذ إجراءات يعني تعبر عن رؤية لهذا الموضوع. مثلا فرضت حظر التجول في درنة، ثم من يقول بأن فرض حظر التجول هو الذي من أحد أسباب رفع عدد القتلى، كيف تعلق على هذا؟ نعم هذا صحيح، هي قضية، هو التسلسل التاريخي لما حدث كالتالي. بعد ورود معلومات أن تم عاصفة ستضرب سواحل ليبيا، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجنة للأسف لم يكن فيها أحد متخصص لا في المناخ ولا في هندسة السدود ولا في حتى على مستوى إدارة الكوارث والأزمات، لم يكن موجودين ضمن هذه، لعدم وجود هذه الكفاءات في ليبيا؟ لا بكل تأكيد موجودين. لماذا لم يوجد؟ ولكن حالة الانقسام السياسي، حالة الولاء للقبيلة، حالة الولاء للقائد العسكري، حالة منهجية أو فكرة إدارة الدولة بمنهجية عسكرية، حالة اعتقاد القائد العسكري أن قادر على التفاعل مع الأزمة في الوقت المناسب، سبب ما يمكن أن نسميه خدعة للحكومة، فتفاجأت بهذا الحجم الكبير للأزمة. أيضا قضية وجود إدارة مستقلة للكوارث والأزمات في ليبيا غير موجودة في هيكل الدولة، فسبب حتى بعد وقوع الكارثة أصبحنا نشاهد كارثة في إدارة الكارثة، سوء غير طبيعي في التعامل مع هذه الكارثة. ربما لو كانت هناك إدارة قادرة على مستوى المعلومات، على مستوى العقول، على مستوى اللوجستيك، ربما كانت الضحايا ستكون أقل بكثير، ولكن للأسف حالة الانقسام السياسي. طب يعني ليبيا انتهت من نظام استبدادي سياسي وقامت عليه وثارت، وصار عندها سلطة بغض النظر في الشرق أم في الغرب، في طرابلس أم في بنغازي، صار لديها سلطة، ما الذي يمنع من التعامل مع هذه القضية بمنطق تكنوقراط، يعني بمنطق الكفاءات؟ تقصد الأزمة في حد ذاتها، الكارثة في حد ذاتها. نعم. بالمناسبة الكارثة كانت جذورها التاريخية تمتد إلى ما قبل ثورة فبراير. بدأت التصدعات في السدود من 1992، قدمت تقارير تفيد أن السدود بحاجة ماسة إلى سرعة الصيانة والمعالجة، ولكن هذا لم يحدث. طيب لماذا لم يحدث بعد الثورة أيضا؟
لم تستقر الدولة في ليبيا بالاستقرار بالمعنى الكامل للدولة، لم تكن هناك سلطة سياسية منتخبة، لم يسن الدستور، لم تتبلور ملامح الدولة كدولة بشكل واضح، أصبحت من صراع إلى صراع، يعني الدولة لم تترك لتبني نفسها. للأسف هذا ما حدث في ليبيا. دكتور عمر، يعني التعاطف مع المغرب الدولي طبعا كان سخيا، وكثير من الدول عرضت المساعدة، لكن المغرب يعني تأبت عن قبول كثير من المساعدة باستثناء 3 أو 4 دول. لماذا كان في ليبيا خجولا حتى اشتكى منه الليبيون؟ المغرب دولة وبالتالي فيها مؤسسات تقدر تعرض المشكلة. شفنا حصل في تركيا برضو ساعة الزلزال، مؤسسات الدولة كلها بتعرض المشكلة بشكل كبير والعالم كله بيعرف، وفي مؤسسات بتتواصل مع الدول والمؤسسات الدولية وغيرها، وأعتقد المغرب نفس الكلام حصل. ليبيا لا يوجد فيها دولة بالمعنى ده، ولا يوجد الناس ممكن يعني انت هذه الازمه لم تظهر للعلن من الا من الناس، لكن الدوله نفسها ما عملتش حاجه، سواء السلطه دي او السلطه دي، الاثنين كانوا بيتفرجوا. هيك اداره الازمات دي موضوع يعني مجهد جدا، ومحتاج اداره متخصصه زي ما الاستاذ الفاضل قال، ومحتاج ناس متخصصه. احنا في المغرب وفي الدول الى حد ما مستقره ومتزنه بتلاقي في سيستم شغال عند اي كارثه، نظام عمل في خلاص كل واحد عارف بيعمل ايه. تخيل حضرتك واقف انت ومفيش دوله اصلا، فمش عارف يعمل حاجه، فالموضوع بيزداد سوءا، ورد الفعل بيبقى بيزيد الطين بله زي ما بنقول، يعني بيبقى الموضوع اسوء. لكن ثمه من يقول انه ليس هذا هو السبب، تواضع التعاطف الدولي او التعاون الدولي مع ليبيا، بقدر ما هو وجود حكومتين وسلطتين، الدول وقفت حائره مع ايهما تتعامل. ده جزء من المشكله طبعا، وهتلاقي هيك الدليل ان مصر بعثت لشرق ليبيا وتركيا بعثت لغرب ليبيا بالضبط، بحيث يعني هي بقى ملعب للصراع. اصل حضرتك انت يعني كواحد لو في مش عارف يظبط المكان اللي هو فيه، فبالتاكيد هيطمع الكل، هيبقى عايز يعني يتواجد في هذه المشكله، سواء للدعم او سواء لمصالح خاصه. والتوازنات الدول عموما المصالح هي اللي بتلعب فيها الجانب الاكبر، وليست حاجات ثانيه، هي المصلحه والتواجد والقوة والتوازن هي اللي بتحكم علاقات الدول. وهذا ما تفضلت به دكتور، يعني يؤكد أهمية وعي الليبيين بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة السياسية طبعاً في ليبيا. طبعا والشعوب الحقيقة عليها لن يحل مشكلة الشعوب العربية إلا الشعوب العربية، هتدفع الثمن لكن لو فضلت بالشكل ده هتدفع ثمن أكثر قسوة، ويعني الأجيال الجاية هتحاسب عليها حساب عسير يعني. طيب دكتور أحمد، أعداد الضحايا سواء في المغرب أم في ليبيا كانت مرتفعة جدا، حتى في المغرب يعني زلزال أوقع آلاف القتلى، وفي ليبيا الأمر كذلك. هل يعزى ارتفاع أعداد القتلى إلى هشاشة البنية التحتية أم إلى ضعف الإدارة وسوء أداء السلطات في التعامل مع الحادث سواء قبله أم بعده؟ لا، هو عدد الضحايا في المغرب سواء الشهداء نحسبهم عند الله شهداء أو الجرحى هو عدد قليل والحمد لله، يعني حوالي 3000 من الموتى وحوالي 6000. عفوا دكتور أحمد، يعني عندما يقع زلزال بقوة 8.5 درجات في اليابان ولا تقع كأس ماء، ثم نقول 3000 عدد قليل في المغرب، ينبغي أن يكون الحديث ربما في زاوية أخرى. نعم، أنا بالنسبة لأن المنطقة هي ليست في المنطقة الداخلة في الخريطة الزلزالية في المغرب. المغرب مقسم إلى خمسة مناطق، المنطقة التي ضرب الزلزال هي داخلة في المنطقة 2 وليس المنطقة الخامسة اللي هي أكثر خطورة. نتكلم عن منطقة أغادير التي ضربها الزلزال 1960، ومنطقة الحسيمة التي ضرب الزلزال 2004، هذه المنطقة الخامسة يعني الأكثر خطورة. هذه الناحية. من ناحية ثانية نتحدث عن رقعة جغرافية كبيرة، نتحدث عن عدد سكان فيها 4,200,000 من السكان، رقعة جغرافية تساوي مساحة فلسطين التاريخية، يعني أكثر من 27,000 كيلومتر مربع. ولكن العدد يعني الدور التي تضررت الإحصاء الأخير هو 50,000 من أصل يعني 400,000 أو 500,000 بناية. ولو أنه المشاهد التي رأيناها جميعا وتأثرنا بها، ولكن تبقى أنها محدودة من حيث عدد القرى، محدودة من حيث عدد
البنايات محدودة من حيث العدد الضحايا. لا قدر الله، لا قدر الله لو كان الزلزال في منطقة أخرى حيث البنية الصخرية رخوة، لأن الأطلس الكبير فيه بنية صخرية صلبة فيمتصت طاقة الزلزال. فمسألة ثانية هي لو ضرب الزلزال في مدن مليونية مثل الدار البيضاء وطنجة وفاس، لا كانت الضحايا بالمئات الآلاف، والمغرب معروف بهشاشاته الاجتماعية. هذه المناطق بإضافة أنها هي مناطق قروية فيها تسود بها الهشاشة، كان إشكال في البنية التحتية، وهذا هو السبب الذي لم يقبل المغرب يعني المساعدات في الإنقاذ، لأن في إشكال المغرب عنده تجربة. إدارة الكوارث في المغرب إدارة يعني متقدمة جدا، سواء المؤسسات الدولة أو المجتمع المدني. المجتمع المدني أنتم مش لاحظتم هبة في جميع المدن والقرى المغربية. لماذا لم يقبل؟ نعم، تجربة المغرب أنا يعني مهمة هذه النقطة. لماذا لم يقبل المغرب المساعدة؟ ما علاقة ذلك بالهشاشة القروية؟ لأن مشكلة التنسيق، لأنه لما يأتونك فرق إنقاذ أجنبية يكون مشكلة تنسيق. تعرف بأن الفريق الإنقاذ البريطاني جاء بمترجمين، فإذا كانت جنسيات مختلفة فنحتاج إلى مترجمين كثر. الأهالي المنطقة تتحدث بالأمازيغية في نسبة كبيرة، فنحتاج إلى منقذين من يعني يتحدثون على الأقل اللهجة المغربية، والأفضل يكون لها جمع. ثم عندنا قوات الدفاع المدني متخصصة في الإنقاذ في الزلازل، هي عندها خبرة، الجيش له خبرة. ثم صعوبة التضاريس بالإضافة للبنية التحتية الهشة جعلت أنه سرعة التدخل للإنقاذ كان صعب. حتى المروحيات، الجيش استعمل مروحيات، العشرات من المروحيات، وعندنا فيديوهات. كانت صعوبة إذا إذا إذا, إذا أراد معذرة دكتور أحمد، إذا أراد مواطن عربي يشاهدنا أن يسأل عن مثلا الحوز، منطقة واقعة في النطاق الزلزالي المغربي سواء كانت أولى أم ثانية أم خامسة، لماذا تكون البنية التحتية هشة؟ لماذا هذه بين قوسين طبعا بحسب منتقد، هذه الأرواح يعني يتساهل في أمرها؟ لا، هو دابا احنا نتحدث عن دوله عندها امكانيات ضعيفه في المجتمع، ليس المجتمع كله ميسور. نحن نتحدث عن نسبه الفقر والهشاشه تصل الى 65% من ساكنه المغرب، لكن المغرب كبيرة. الان خصص دكتور عفوا المغرب خصص 12 مليار دولار لاعاده بناء المناطق المهدمه، الا يمكن كان ان ينبغي باقل من ربع هذا المبلغ ان يعيد بناء البنية التحتية الضعيفة والهشة في تلك المناطق مثلا؟ الهشاشة هي منتشرة في أكثر مناطق المغرب في العالم القروي، خصوصا ما نسميه في المغرب بالمغرب العميق، المغرب الذي تساد فيه الهشاشة والذي لم يحظى بنصيب من التنمية التي تعرفها المدن، خصوصا المدن الكبرى. هذا واقعنا هو أننا دولة فقيرة فيها هشاشة اجتماعية، فيها هشاشة البنية التحتية. يعني نتحدث عن مغربين، مغرب يعني في تصنيع، في تقدم، في تكنولوجيا، في جامعات إلى آخره، ومغرب ما زال يعيش يعني في ظروف صعبة، ومنها هذه المنطقة. هذا عن المغرب. لو تحولنا إلى ليبيا أستاذ أحمد، يعني المجلس الأعلى للدولة حقيقة قبل يومين كان له دعوة لافتة ينبغي أن تقرأ سياسيا، دعا إلى تحقيق دولي بشأن ما حصل في درنا. ليبيا في الداخل كيف ينظر لهذه الدعوة، وما مدى توقعكم لاستجابة المجتمع الدولي لهذه الدعوة؟ هو ابتداء النائب العام باشر التحقيق في القضية ضخامة هذا العدد من الضحايا على مستوى المحلي الداخلي، ولكن هناك صحيح هناك على مستوى السياسي وحتى على مستوى مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسة التضامن وغيرها من المؤسسات بدأت في إجراءات دعوة طرف دولي للتحقيق في ملابسات هذه الكارثة. في تقديري هذه المطالبة ستواجه صعوبات سياسية من الأطراف السياسية الفاعلة داخل ليبيا. لماذا؟ مثل من ولماذا؟ ربما الطرف الحاكم في شرق ليبيا، القيادة العسكرية الموجودة في شرق ليبيا، ربما ليس من مصلحتها دخول أطراف دولية للتحقيق في ما وقع في درنا. لماذا؟ مؤشرات ذلك،
في المدة الماضية القليلة قبل يوم أو يومين تم دعوة كثير من الصحفيين إلى مغادرة درنا وإخلاء درنا حتى من بعض المؤسسات. هذا يؤشر أن ربما بشكل أو بآخر تورط أو ربما في أحسن تقدير تواطؤ أضراف سياسية من شرق ليبيا فيما حدث في درنا. الضغط كبير جدا على مستوى الشعبي، على مستوى حتى الخصوم السياسيين بدعوى طرف دولي للتحقيق فيما وقع في درنا، ولكن كما ذكرت في تقديري على الأقل هذا التدخل الدولي في التحقيق إن تمكن الفاعلين الدوليين من إقناع الطرف الدولي في التحقيق في هذه الواقعة سيواجه ممانعة سياسية إلى حد كبير. هل الجهات السياسية في غرب ليبيا أو الشارع الليبي يعني مقتنع بطبيعة هذه الدعوة؟ هل هناك نوع من التوجس؟ هل تنطوي هذه الدعوة على شبهة اتهام من يحكم شرق ليبيا؟ الإشكال أن بعض حتى على مستوى القيادات الأمنية في غرب ليبيا، القيادات الأمنية اللي عندها قوة معتبرة في غرب ليبيا، تشعر بتعاطف مع القيادة العسكرية في غرب ليبيا وتعتقد ربما بحسنية أو بسوء نية أن الوقت الآن لخلق نوع من التوافق، فالذهاب نحو أي تحقيقات دولية ربما يكون حاجز أو مانع لتوافقات محلية داخلية. طيب هذا جعل ضغط على أطراف أخرى أن تذهب بعيدا في مسألة التحقيق الدولي. دكتور عمرو، يعني في ظل تمنع المغرب عن قبول مساعدات دولية ووهن هذه المساعدات فيما يتعلق بالشأن الليبي، أي دور يمكن للعرب أن يقدموه في الإسهام في هذين الكارثتين الكبيرتين سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المنظمات الأهلية والمدنية العربية؟ هو الحقيقة في مشكلة في العشر سنين اللي فاتوا، المنظمات المجتمع المدني ضعفت بشدة في كل الدول تقريبا اللي كان فيها منظمات مجتمع مدني. يعني كانت مصر فيها يعني مجتمع مدني إلى حد ما قوي، الجزائر، وكان بعض الدول الخليج. نتيجة اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا تم تقييد هذه المنظمات المجتمع المدني، فالمشاركة الجماهيرية مش قادرين يعملوها. شوف حضرتك، لا يمكن أن تشارك إلا عن طريق تنظيم ما، نقابة، جمعية، اتحاد طلبة، هو ده اللي بيقدر يجمع الناس وبالتالي وليه صفة للتحرك. أما الناس الفرادة بتقدرش تعمل حاجة. فالحكومات قضت على التجمعات القوية اللي موجودة داخل المجتمعات، وعلى مستوى الحكومات نفسها يعني عندها مشاكل. يعني هو القرار ناتج عن موقف سياسي. يعني هنلاقي ان الخليج مش عايز يدعم ليبيا دلوقتي علشان ما زي ما حضرتك قلت مايل لطرف على التاني. فالكلام ده بيقلل رغم ان في امكانيات هائله عند الدول العربيه انها تعيد بناء دارنا كلها، انها تعيد بناء الامه العربيه كلها اصلا، لكن الامكانيات الماديه دي موجوده لكن استخدامها مش مظبوط، بيستخدم في امور اخرى يعني. فبالتالي احنا داخلين في مشكله، شعوب غائبه بتغيب وبتضغط عليها وبتعاني معاناه شديده، وحكومات غير متزنه الحقيقه وبتسعى ضد مصلحه الشعوب وضد مصلحه نفسها على المدى الطويل. فمن المشهد ده هتلاقي ان لم يتواجد في ليبيا الا القوى المتصارعه في الاقليم يعني. لكن لو عدنا الى السياق المناخي لنسال الدكتور احمد في طنجة، أي مستقبل مناخي ينتظر الوطن العربي في ظل ظاهرة الاحترار الأرض، احتباس الحراري المتواصل والذي ينتج تغيرات مناخية؟ هل يمكن أن ترسم لنا خريطة لطبيعة المناخ أو نطاقات المناخية التي سيشهدها الوطن العربي في المستقبل في ضوء ظاهرة التغير المناخي دكتور؟ وهو حسب تقارير يعني مجموعة دولية لخبراء المناخ، يعني كل سنة سنتين يصدر تقرير، آخرها التقرير السادس، يعطي سيناريوهات. هذه السيناريوهات كل مرة يتم تحيينها، وبالإضافة للسيناريوهات يكون ما يسمى ب يعني المصطلح بالعربي سيميلاسيون فرنسية، سيميليشن ربما بالإنجليزية رمزية، لا نعم لا بأس، محاكاة أحسنت، المحاكاة. فكل دولة يلزمها أن تعمل محاكاة لمخاطر التي يمكن أن تسببها التغيرات المناخية. يعني كل ما ارتفعت درجة الحرارة، الآن ارتفعت درجة الحرارة ب1.1، ولكن في هذه السنوات اللي تسمى بالنينيو المناخي، يعني سنتين ثلاث سنوات،
هذا يعني عادي أن ترتفع درجة الحرارة، ولكنها تزامنت مع الاحترار، يعني ارتفاع درجة الحرارة اللي بشكل دوري يأتي بالإضافة للاحترار. الهدف 1.5 درجات الذي كان حسب اتفاق باريس ينبغي أن نصل إليه في نهاية القرن، يعني في 2100، وصلناه في هذه السنة وفي السنة القادمة لا قدر الله، ولكنها هي مؤقتة، يعني ترجع الحرارة إلى 1.1 إضافية على ما كانت عليه في لكن من الناحية العملية ماذا يعني هذا من الناحية العملية؟ كيف سيكون مناخ الوطن العربي في السنين المقبلة؟ هو أنا قلت السيناريوهات يعني مختلفة، لأن الوطن العربي ليس هو كله نطاق مناخي واحد. نتحدث عن نطاق على الأقل نطاقين كبيرين، ثم نطاقات مناخية صغيرة مرتبطة ما يسمى بالمنيخ، يعني المناخ المحلي الذي له علاقة بالارتفاع، علاقة بالقرب من البحر، يعني عوامل تنوية أخرى. ولكن نتحدث عن نطاقين، العالم العربي إلى 3 نطاقات، لأن يمكن الجزء من العالم العربي داخل في النطاق الاستوائي كذلك، فيمكن نتحدث عن نطاقين كبيرين. طيب لو أوجزت لنا دكتور أحمد هذه النطاقات الثلاثة والدول الواقعة فيها، وماذا يمكن أن يعني مستقبل المناخ؟ المستقبل أن المنطقة العربية كلها ستصبح منطقة جافة، هذا باختصار شديد، هذا هو السيناريو المتشائم الذي يزداد واقعية سنة عن سنة مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم التزام دول العالم خصوصا الملوثين الكبار بالتقيد باتفاق باريس الذي يلزم الدول الملوثة وحتى الغير بالتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة. ولكن العالم العربي هو ملزم أساسي، أنه المنطقة التي تتعرض أكثر من مناطق العالم لما يسمى بتأثيرات التغيرات المناخية، فهو ملزم العالم العربي أن يواجه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بالظواهر التي تحدثنا عنها، أنه يزيد من الاستعدادات، يعني يغير قوانين، يعني يشكل تنظيمات، يشكل مؤسسات لمواجهة هذه يعني الظواهر الحدية أساسا، والظواهر التي ستصبح بنيوية مثل الزراعة البورية ستنتهي، ستسبق الزراعة المسقية، فيلزمه بناء سدود أكثر، تحلية مياه البحر أكثر، يعني ميزانيات ضخمة في لكذلك توفير ما يسمى بالمناعة المناخية للمدن، يعني المدن هي التي تتأثر أكثر في التغيرات المناخية. طيب أستاذ محمد، الخبراء يؤكدون بأن الوطن العربي معرض لتأثيرات مناخية كبيرة، وأن ما حصل في ليبيا ما هو إلا مقدمة لظواهر يمكن أن تكون أشد وأقوى في المرحلة المقبلة. هل ليبيا تمتلك المؤهلات التي تجعلها قادرة على تفادي مثل هذه الآثار الشديدة مستقبلا، وماذا يمكن أن تفعل في هذا السياق؟ بكل تأكيد ليبيا تمتلك، لا شك في ذلك، على مستوى الكوادر البشرية، على مستوى الوضع المادي للدولة، الوضع المالي للدولة جدا جيد. ليبيا لا تواجه تحديات مالية تختلف عن باقي الدول، نعم، يعني رغم كل ما في الحالة من في الدولة من حالة سياسية سيئة، إلا أن الوضع المالي في الدولة يعتبر جيد. ما دفعه الليبيين في درنا، وربما لو ترك الليبيين سيستفيدوا من درس جيدا. طب كيف يمكن قادرين على صياغة استراتيجية مواجهة التغيرات البيئية؟ نعم، كيف يمكن أن يتفادوا هذا مستقبلا في ظل استمرار الشروط نفسها؟ يعني أي كارثة لا سمح الله أصابت ليبيا في مرحلة مقبلة قد نشهد النتائج نفسها، لأن الوضع الذي أدى إلى هذه الخسائر الكبيرة في درنا ما زال قائما ومتواصل. نعم، أنا ذكرت لك أن ما حدث في درنا، حجم الضحايا في درنا، نتحدث الآن عن ما يقرب من 20,000 قتيل وربع درنا مدمر، ربما يخلق نوع من الإرادة الوطنية إلى توحيد المؤسسات في الدولة بشكل أو بآخر. نحن لا نملك إلا التفاؤل في الذهاب نحو توحيد الدولة وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة القادم. فيما لو تم توحيد مؤسسات الدولة، أنا أثق أن الليبيين قادرين على مواجهة التحديات أو تغيرات المناخ بكل تأكيد، سواء على مستوى الفرق البشرية أو على مستوى الإمكانات المالية. الإمكانيات المادية متوفرة، الفرق البشرية يمكن الاستعانة بالخبراء، يمكن التدريب، يمكن التأهيل، هذا وارد. التحدي بالنسبة للليبيين هو حالة استقرار الدولة وبناء دولة قادرة. نعم.
هذا التحدي الوحيد. نقاط مهمة دكتور عمر، أختم معك. ليبيا ليست الوحيدة المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، وإنما المنطقة العربية بأسرها، وقد ذكر بناء على تقارير الدكتور أحمد من طنجة بأن المنطقة العربية ستتحول إلى بيئة صحراوية جافة أو صحراوية. مع ذلك لا نشهد في الوطن العربي استعدادات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. يعني الإنسان العربي متروك لظروف المناخ. نعم. لماذا يتأخر هذا العمل؟ وما العمل لحماية الإنسان العربي من هذه التأثيرات البيئية؟ شوف، هناك الحل في المنطقة العربية كلها وفي أي دولة منهارة هو إعادة بناء النظام السياسي. إذا لم يحدث ذلك ستبقى الأمور على هذا المستوى وستسوء. احنا حجم الفساد اللي موجود يعني في مصر على سبيل المثال فساد لا نهائي تقريبا، يعني اصبحت الدوله مبنيه على منظومه فساد. فبالتالي هذه مهما كان في كوادر، مهما كان في فلوس، لن تحل المشكله. المشكله تحل فقط بحل سياسي. والثمن كما ذكرت قبل كده، الثمن الذي ستدفعه الشعوب العربيه لاجبار النظام السياسي على صناعه حل ينقذ المجتمعات العربيه افضل من الصمت والبقاء في انتظار المجهول. طيب جيد، معتم ترى ان يعني ان الحل يمكن ان يكون عن طريق هذه الانظمه، لكن بضغط من الجماهير، فهذا يعني هناك امل. هناك حضرتك يعني الضغط الشديد جدا. نعم. لان هي انظمه لن تاتي، يعني هي مستقره او يعني متخيله انها مستقره وبتمتلك ادوات القوه، فبالتالي تحتاج الى ضغط هائل كي تعرف ان وجودها مرتبط بحمايه الشعوب. لكن الان الموضوع ده للاسف مش موجود زنهم. لكن دكتور يعني ما حصل في ليبيا والمغرب كان كبيرا وقعه على النفس الانسانيه العربيه. هل يمكن ان يحدث نوعا من الهزه في الضمير، في الوعي الرسمي، لتدارك اي اثار محتمله يمكن ان تشكل تاثيرات سلبيه على نظام الحكم نفسه في الدول العربيه؟ لا، اعتقد ان مستوى الانفصال النفسي والفكري بين الحكومات العربيه والشعوب كبير، لدرجة أن تأثير ما يحدث للشعوب ما بقاش بيمثل قيمة كبيرة عند الناس. إحنا يعني على سبيل المثال في مصر، الحكومة المصرية هي اللي وقعت على سد النهضة مثلا على سبيل المثال. طب في كارثة أكبر من كده؟ والكلام ده هتلاقيه في كل مكان. في كل مكان في كارثة بتقوم بها الدولة ضد الشعب، لأن حالة الانفصال اللي حصلت دي حالة بقت يعني عميقة جدا، فبالتالي محتاج كسر الفاصل بين الشعب وبين السلطة، وان الشعب هو اللي يجبر السلطه على الفعل. ده محتاج شغل كتير جدا، سواء كانت ستقبل هذه السلطه وتخضع للشعب او لا تقبل ويزحها من الطريق ويعيد بناء المنظومه السياسيه كلها مره اخرى. طب بعد هذه الصوره بين قوسين المتشائمه من الدكتور عمر، ماذا يمكن ان تعلق بنصف دقيقه قبل ان نختم هذه الحلقه؟ يعني كيف يمكن ان يصار الى حل ينقذ هذه الارواح من تاثيرات محتمله؟ يركز الخبراء الدوليون بان المنطقه العربيه معرضه لاثار مشابهه. أنا أجد نفسي أثق في قدرات ليبيا. ليبيا التحدي الوحيد اللي واجهها هو إنتاج سلطة سياسية وطنية فقط. كلنا تملك كل المقومات، كل الموارد على المستوى البشري وعلى المستوى المادي. حتى فيما يتعلق بمساعدة العالم في إنتاج الطاقة النظيفة، الطاقة النظيفة أو مستقبل الطاقة النظيفة في ليبيا مستقبل واعد. نعم. على مستوى الطاقة الشمسية، على مستوى الطاقة الرياحية. نعم. فالوضع في ليبيا أعتقد أنه يختلف تماما. أشكرك شكرا جزيلا. وختاما في هذه الحلقة مشاهدينا، أشكر ضيوفي في الاستوديو عمر عادل المحلل السياسي، ومحمد السنوسي الباحث الأول في المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، وكذلك من طنجة أحمد الطلحي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وكان معنا عبر زوم. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.